طبعا اليوم في سباق المرفأ. سباق المرفأ يختلف عن السباقات الثانية. يعني سباقات الساحلية، سباقات أبو ظبي أو سباقات دبي. ننطلق الصباح باتجاه نقطة التجمع تكون في عرض البحر. أما المرفأ لا، ما بين برين. بندر ما عندنا أي مشكلة، لو بترتفع الرياح، لو بتوصل سرعة الرياح للعشرين زين، إذا المحمل يقاوم ما عندهم يعني البحر ما بيغتث، ما بيغثهم، ما تكبر موية عادية لأن في خور يحد مني بر المول. الحين احنا موجودين نحن عدال بجانب طريف، المسافة تقريبا للمرفأ حدود 12-13 ميل، ويحدنا من هني جزيرة بالأبيض. أنا أقول سباق المرفأ سباق الراحة، والسباق ما فيه راحة لكن هذا مريح لأنه ما بين برين، الهواء لو يا الهواء ما بيأثر عليهم. الحمد لله الله يطول عمر المعازيب ويطول عمر الشيوخ. شارع الحين لو تبغي تروح للسعودية بمحملك تقدر تروح، شارع مفتوح شارع، لكن برضو السباق له وعليه، لازم في مشاق، ما شيء بالسهولة. يعني السباق شو؟ السباق كلمة السباق تسابق، لكن هو لا، بالأصل لا، هو أحياء مهنة تكاد أن تندثر تنتهي. نحن مش أول الناس، عندنا دول الخليج كلها مر عليها، لكن الله يطول عمار المعازيب ويغفر للشيخ زايد ويرحمه، اللي هو بدأ من ثلاثة خشبات. أول ما بدينا ثلاث خشبات، وبعدين صرنا سبعة، خثرا فترة. هذا الكلام من 84، من 74 وقبل. أولا طبعا احنا نشكر الشيخ حمدان الله يطول عمره، وله بغريب عليه هذا الشيء، مو بغريب على حمدان ولا على اخوانه، وبدعم من حمدان والشيخ خليفه ومحمد الله يطول عمرهم وصلنا الى المرحله هذه. وفي الساوج ما كان، لو ما كان حمدان هني ما كان هذا السباق. قبل كم سنه ما كان سباق، لكن الحين من يا حمدان الله يطول عمره سوى السباق هذا، وسوى سباق دلمه، وسوى وانورت المرفأ بوجودهم. المرفأ والظفرة أنورت بوجود حمدان الله يطول عمره. لما ينطلق السباق ينطلق السباق بهواء، لما ينطلق السباق حد من الخشب عالي وحد من الخشب سافل. الهواء الله يعلم بش يكون، يمكن السافلي يصد الهواء ويرد ما يوصل البوية، والعالي ينزل، وممكن العالي يصير عنده خلايا يسمونها مي هواء، والسافلي يجي. فالسباق هذا مثل لعب الورقة، أنا ما أدري شو عندك أنت، وأنت ما أدري شو عندي أنا، أنت تنزل وأنزل أنا وأخذها عنك. السباق ما حد يحكم عليه، من يبي الأول ولا حد يحكم عليه باتجاهات الهواء، الهواء يغير كل موضوع.
ناموس الناموس جاي جاي. نحن من اهل المرفا والحمد لله هذا ناموسنا ما راح يفيد، والكاس راح يدب المرفا الحمد لله. السباق اليوم كان مخطط له انه يكون في اخر يعني في اليوم الثالث في المهرجان اللي هو يوم السبت، كان مخطط له يبدا الساعه 4، لكن اليوم يمكن ارصاد شوي كان الجو متغلب يعني ما كان هو، فكان التخوف انه ما راح يكون يعلى الهواء انه يساعد المحامل لانها تمد شراحها وينطلق السباق، فلله الحمد يعني توقيت الساعه 3:05 كان في هواء مناسب جدا بما يضمن ان المحامل تكمل لنهايه السباق. سباقهم اليوم 17 ميل بحري، اكثر من 100 محمل شاركنا اليوم في سباق مروح 60 قدم الحمد لله. أول شيء الحمد لله رب العالمين، اجتهاد البحارة واجتهاد النخذة وتوفيق من رب العالمين. السباق من أروع ما يكون وجميل، ونشكر التنظيم اللي نظمونا إياه، ما عندنا أي مشاكل الحمد لله. لابد أن نشيد بمكرمة سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم منطقة الظفرة على رعايته ومتابعته لهذا الحدث والكرنفال التراثي الضخم صراحة في منطقة الظفرة، اللي صراحة أسعدتنا وأسعدت جميع يعني شعب الامارات، سواء من السلع لين الفجيره الكل اليوم كان مستانس والكل يعني سجل حضوره اليوم الحمد لله. وهذه مو غريبه على شيوخنا. وبالنسبه للسباق اليوم اشكر اللجنه المنظمه على رسم خط سير السباق بطريقه مميزه الحمد لله، اللي سهلت من وصول جميع المحامل لخط النهايه سالمه وبزمن قياسي مميز. أقيم سباق مروح فئة 60 قدم بمشاركة حوالي 110 محامل، استطاع الوصول إلى خط النهاية، جميع المحامل وصلت بخط النهاية. صادفتنا بعض الأمور الجوية، مثلا سرعة الهواء كانت بطيئة بداية الصباح وحتى بعد الظهر، انتظرنا شوي أخرنا الانطلاقة والحمد لله لما زادت سرعة الرياح ابتدينا بوضع خط البداية وتم الاصطفاف تقريبا في نص ساعة، وتقريبا طرق السباق الساعة 3:15. أول شيء نحب نشكر المتسابقين على الانتظام في التعليمات والمساعدة في نجاح هذا السباق، ونبارك في نفس الوقت لسمو الشيخ عمر بن زايد على حصول القارب البرق للمركز الأول، والقارب رقم 96 لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والمحمل زلزال على المركز الثالث. والحمد لله اليوم بطل جديد جولات سباقات الظفرة. نحن شاهدنا الحين هذه الجولة أعتقد النسخة السادسة، كل نسخة في بطل جديد، يعني ما صادفنا ولا نسخة بطل تكرر الفوز في هذا السباق.